بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة عمل القناة والاشتراك في ادسنس لكسب المال وعمل مشروع، اعتبر عمل مشروع ومش مشروع صغير، كمان ممكن ربما يكون مشروع كبير لو انت كنت مبدع او كنت ايه قادر انك تنتج فيديوهات كتير وتشيرها على النت وتاخد مشاهدات كتيرة وتبدأ تكسب من خلالها أموال طائلة. طبعا أكيد أنت تعرف إزاي تعمل تسجيل على جوجل وتعمل لنفسك إيميل، وبعد ما تعمل نفسك ايميل بتعمل انشاء وتخش بتسجل في اليوتيوب، واليوتيوب ايه بيطلب منك انشاء القناة، بتنشئ ايه قناة عادي خالص، وبعد ما تنشئ القناة بيتم ايه بيكونش فيها فيديوهات خالص، انت بتحاول تنشئ تعمل فيديو وتعمل رفع او تحميل للفيديو، وبعد ما تعمل تحميل للفيديو وتحمله ويتم التحميل بتاعه بتخش من هنا من ريح العلامة بتاعة اليوتيوب وتخش على قناتي، ومن فوق من حاجة اسمها مدير الفيديو تخش على مدير الفيديو، ومن مدير الفيديو بتخش على القناة تحت كلمة منتدى، بيظهر معاك ال طبعا انت بعد ما تثبت ملكيتك طبعا وكده بيجيلك رسالة على التليفون بتثبت ملكيتك، فبيتم تم اثبات الملكية، فبتخش على حاجة اسمها تحقيق الدخل، بتلاقيه ايه معلوش علامة خضراء او مفهوش خط من تحت اخضر ومكتوب عليه مؤهل وتمكين، بتك على تمكين بيخش معاك على كلمة هنا في تحقيق الدخل كلمة البدء، بتتك على البدء بتظهر معاك، يفضل تك على البدء بيدخلك على تمكين الحساب لتحقيق الدخل والخطوة الأولى الانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب، بيجي لك شوية كلام إنجليزي كده بتقول له إيه لقد قرأت البنود ووافق تعلم على وافق، ولن أمكن أي محتوى للاستثمار وأنا لا أمتلك الحقوق الكافية لذلك، ده التلات علامات دي بتعلم عليهم وتديله موافق، خلاص أنت كده خلاص أنت وافق إنك تشتغل مع أدسنس تمكين الحساب لتحقيق الدخل. الخطوة التانية إعداد حساب، يعني إنهم أنت بتعمل إعداد هو أوتوماتيك بيجي لك رسالة على الإيميل بتاعك إن هو بعد فترة بعد ساعات أو بكتيرها خلاص يوم، وخلاص إذا كنت ناشرا سجل دخول على حساب جوجل أو انشئ حسابا جديدا للاشتراك في أدسنس، هتعمل تسجيل الدخول بنفس الحساب اللي انت عليه، وبتختار بيختار لك انت الموقع الالكتروني بتاعك اللي هو اليوتيوب بتاع قناتك انت بالصفة زي ما هي، وتعمل حفظ ومطلع خلاص انتهى. بتختار مثلا بيقول لك البلد بتاعتك انت كده كده تبقى انت مختار بلدك، فهو اختار اوتوماتيك مصر، بتكتب انت اسمك عادي خالص اسمه العنوان بتاعك،
انا بكتبه دلوقتي باسم اخويا، لان طبعا انا كنت عامل قناة قبل كده وانقفلت، وكان ليا برضو حساب باسم احمد رضوى، فانا غيرت الاسم من باب الايه، من باب الامان يعني. بتعمل العنوان بتاعك مصر مصر، كفر الشيخ، وتكتب الرمز البريدي مثلا بتاعك زي ما هو حسب مكتب البريد اللي انت اقرب واحد اقرب شيء ليه، وطبعا رقم التليفون بتاعك. اقتراحات مخصوصة بشأن المساعدة والأداء، ماشي، اديله كله الخاصة، اديله كله، نعم، وإرسال الطلب. بقول لك يا أخي، الهيزي بتخلص بقطاع الزمنية ايه، موجب 2 طب القاهرة، موجب 2، لم يتم التعرف على تنسيق المقاطعة. كفر الشيخ، كفر الشيخ، كفر الشيخ، ماشي. ثلاثة وثلاثين 77، طب هو مش متعرف عليها، بس هذا المشكلة. 3، كاتب أساسا الرمز البريدي صح، 33 77، 48، هو ناقص رقم، ماشي، 33 7. طب هو المفروض إن هو ناقص رقم، هو عايز يقبله على كده ليه؟ مش عارف، ما علينا، مش هتفرق معانا. كوبول خلاص، هو كده قيد المراجعة، وانت تنتظر مجرد ما هو يوافقه على هيجي لك رسالة بإيه، بالموجة على الإيميل بتاعك، يقول لك إن أنت تم الإيه الموافقة على الحساب بتاعك، ويجي هنا في المنطقة ديت عند التحقيق الداخلي هنا إيه، تمكين الفيديو، التحقيق الداخلي للفيديوهات، جميع الفيديوهات الموجودة ممكن تتك عليها، فتعمل تمكين لكل الفيديوهات. شكرا وعلى حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.